وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة. نرحب بك دكتور وليد في نشرة الثالثة، وبداية ما هي أهداف مشروع الجينوم الوطني؟ أول شيء مساء الخير لجميع المشاهدين، مساكم الله بخير. بداية نشكر لكم هذه الاستضافة للحديث عن مشروع الجينوم الوطني. يهدف المشروع أو مشروع الجينوم الوطني إلى الدراسة التكوينية الجينية للسكان في مملكة البحرين، لمعرفة طبعا المزيد عن العوامل الوراثية التي تجعل من سكان البحرين عرضة لا سمح الله لأمراض معينة، كما سيساهم المشروع في ابتكار طرق تشخيصية تناسب التركيبة الجينية لكل فرد على حدة، فيما يسمى حديثا الآن بالطب الشخصي. يهدف المشروع الجينوم إلى جمع وتحليل 50,000 عينة من المجتمع البحريني بغرض طبعا إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، وتهدف إلى تحسين الجودة والاستمرار في تبني التقنيات الحديثة في الصحة، واللي بإذن الله بتساعد على التشخيص ووضع الحلول المبتكرة للمواطنين. نعم دكتور، يعني وجه سمو الشيخ خالد بن حمد الجهاز التنفيذي في الهيئة العامة للرياضة لفتح أفاق التعاون وتنسيق الجهود مع المعنيين في مركز الجينوم الوطني بهدف طبعا المشاركة في هذا المشروع الوطني، فما هي آلية التعاون والتنسيق؟ أولا أتوجه بالشكر الجزيل ويعني التقدير العالي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس مجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية على هذا التوجيه، وهو توجيه بالتعاون والتنسيق من خلال إدراج جميع اللاعبين والرياضيين في الفحوصات الجينية الخاصة بمركز الجينوم، بالإضافة إلى دراسة جينات اللاعبين يعني الموهوبين والأبطال السابقين وإدراجهم ضمن قواعد بينات، ومن ثم عمل التحاليل اللازمة لها. نعم. ذلك بهدف المساهمة طبعا في البحث عن أبطال بإذن الله المستقبل من خلال استعانة بعمل الجينات اللي الآن تتيح طبعا التعرف على القدرات البدنية عبر تحليل الحمض النووي، سيساهم ذلك في تطوير الرياضة واكتشاف المواهب والعمل على صقلها استنادا إلى نتائج التحاليل والمعلومات المستخلصة من يعني قواعد البيانات من قواعد البيانات المستخدمة. الجدير بالذكر أن يعني علم الجينات الآن فتح آفاق جديدة للرياضيين، حيث تلعب البيانات الجينية دورا كبيرا يعني في تحديد القدرات البدنية للرياضيين، إمكانية تطويرها، تفسر أداء وظائف الجسم وتوظيفها بشكل صحيح للرياضة بحسب الملائمة طبعا لكل شخص وقدراته البدنية والذهنية في سن مبكر. هذا الشيء يعزز من أنشطة تطوير واكتشاف المواهب الرياضية والمهارات البدنية في مملكة البحرين. نعم طيب دكتور، ما هي إجراءات المشاركة في مشروع جينوم الوطني؟ طبعا المجال لا يزال مفتوح للمواطنين راغبين في إدراج يعني الجينوم الخاص بهم من خلال أخذ عينة من الدم عبر التوجه إلى أقرب مركز صحي مسجل عليه من دون طبعا من دون موعد مسبق، وسيتم أخذ العينة وتخزينها بطريقة آمنة وسرية في البنك الحيوي بمختبر الصحة العامة. بعد ذلك طبعا تم عملية التحاليل وإدراجها في الدراسات بحسب الفوائد إن شاء الله المرجوة من هذا البرنامج. نعم سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. منظومة مملكة البحرين الصحية عنوان للتنامي والتقدم النوعي المستمر، وما إطلاق مشروع مركز الجينوم الوطني إلا تأكيدا على حرص الحكومة الموقرة على رفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض الوراثية والمستعصية والأخذ بأحدث الأساليب العلمية المبتكرة. فكرة إنشاء مركز متخصص لتحليل الجينات ولدت من منطلق الحرص على توفير فرص حياة صحية أفضل للأجيال القادمة وتحسين فرص العلاج ورفع جودة الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض للأجيال الحالية، وذلك بتوفير قاعدة بيانات للحمض النووي للشعب البحريني. تحليل البيانات الجينية التي يقوم عليها المركز تسهم بشكل كبير في تحسين تشخيص الأمراض والاكتشاف المبكر لها ومدى قابلية الأشخاص للإصابة بها، كما تسهم في الوقاية من الأمراض الوراثية وتطوير أدوية فعالة لعلاجها، مما يساعد على توفير حياة صحية ووقاية من الأمراض للأجيال الحالية والقادمة. المشروع الوطني الفريد يهدف إلى دراسة التكوينة الجينية للسكان في مملكة البحرين
لمعرفة المزيد من العوامل الوراثية التي تجعل من سكان البحرين عرضة لأمراض معينة، كما سيساهم المشروع في ابتكار طرق تشخيصية جديدة تناسب التركيبة الجينية لكل فرد على حدة، فيما يسمى بالطب الشخصي.